حدثنا علي حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فاردت ان اقول هي النخله فاذا انا اصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخله